هو عاملين ايه؟ احنا النهاردة في مول الامير دوت الدور الثالث. محل بتاع فساتين افراح، محل اسمه بتاع نيفين ان اند او سواري، هو في الدور الثالث وفي مول الامير. يعني بيبدأ من ربعميات واللي هيجي تبع الفساتين القناة. بيبيعوهم مش بيأجروا، بيبدأوا من ربعميات، واي حد هيجي تبع القناة هياخد خصم، كل الفساتين عليها خصم. فاحنا هنفركوا على الاشكال الموجودة هنا. هتبدأي فين؟ تعمل اللي في وشك وبعد كده خش هنا. لا ماشي، ما تخافيش، بس ده مش فرحي قوي ده. لايك ما هو في للخطوبه، وفي لو انت رايحه تحضري ده الفرح. لحد فوق؟ اه لا، ده طلع حته في الجنب. انا بقول ايه ده؟ لا لا، دي حته في الجنب اهي. بصوا في ده بقى، دوت لونه عامل زي الذهبي كده، مذهب لونه، حلو وكات زي انتم شايفين، جايه لتحت كده بكرانيش كده، شكلها حلو. وفي الحته بقى في الجنب اللي انا كنت مفكرها حته مفتوحه اهي. بصوا الحته دي اهي، في منه كذا لون بقى ورا. اللون ده لونه جميل، في اللون اللي عامل زي البنفسجي ده. هي الكاميرا مش موضحة الألوان قوي، بس هو الألوان أحلى. لا ده شكل تاني، الألوان أحلى في الحقيقة. يعني فانتوا تيجوا تتفرجوا كمان بنفسكم وهتعجبكم الأشكال. شكلهم جميل. في بقى ده القصير، خلينا أبهد شوية عشان يبان كله. دوت لونه بينك فاتح كده، جميل قوي. بصوا من فوق بيلمع ازاي، يعني بيلمع جدا. نزليه كده وامسكيه عشان يبان أحسن. بس مدلدلوش على الأرض. بصوا اهو ده شكله. بصوا من فوق، انا عايزه ببين الحته اللي من فوق. بصوا شكله جميل، والحته دي هتبقى شفافه فمش هتبان كانكم مش لابسين يعني حاجه. الا بقى لو هتلبسوا حاجه تحت ايه؟ يا ده قصير، والحته اللي من تحت بيضه، اللي هي الجبونه، ولا بتتقال عليها ايه؟ جبونه. ده بقى الاصفر، اللون الاصفر برضو حلو. انا اول مره اشوف فستان اصفر. في جراي اهو، في بامبا ورا، بس البامبا ده شكل تاني. ده بقى كرانيش كتير فوق بعض فوق بعض، بس برضو بيلمع من فوق نفس الشكل. شكله جميل برضو. انهي كرانيش؟ يا كرانيش برضو اهي، بيبي بلو. حطي بقى او هاتي. قلت لك انتي بتروحي العطبة وبتعملي صور، هتصوري دي تاني. نصور ده شكله حلو. وده ابيض بكم، اللي جنبك ده جامب سوت ده. اه ده جامب سوت، اللي هي البنطلون مقلفة للناس. خليني نوريها، هو ده البنطلون اللي فيه. رايح يحضر فرح او حفلة. كمان عاملين عليه، عاملين عليه حتة عاملة زي جيبة، وكمان مع ال جميع الالوانات، مع الحزام بتاعه من فوق بقى. بصوا بيلمع ازاي، في منه الذهبي كمان من ورا، ونفس ده اللبني. لا لا، في الوان ايه، هو يعتبر الاسود والذهبي، وفي شكل تاني بقى ذهبي ورا خالص، بس هو مش هيبان. بصوا هو مقلم كده، بس انا مش شايفه شكل الفستان ورا ايه، عشان هو حاجات كتير قدامه. بس نشوف بقى ده شكله جميل قوي، ده عجبني جدا. دوت هو مكتوب عليه السعر اهو، افتكر مش السعر، افتكر ده ب1000 اهو. بصوا الابيض ده شكله حلو جدا، منه برضو الوان، هو عجبني قوي. مش عارفه ليه انا حاسه ان عايزه اشتريه واروح اي فرح واروح اي حته. ودوت الكم بتاعه، بصوا شفاف اهو، ومن فوق، استني ابينه من فوق عشان انت بتعملي كده مش باين. عامل زي القلب كده، عامل زي الفي من فوق، شكله حلو قوي عجبني. اللون بقى بتاعه في الابيض، في اللون الخوخي ده طالع برضو جديد، في النبيتي من ورا، وفي ايه تاني؟ ابيض بس، هما دول الالوان. شكلهم جمال جدا، عجبني قوي الشكل ده، يعني اول مره اشوفه وعجبني جدا. في بقى الاحمر ده شبهه شويه برضو، نفس الكم اهو، منفوش وشفاف، والفستان نفسه برضو منفوش جدا زي انتم شايفين اهو. والحته من فوق مرسوم عليها ورد وقلوبه وكده، برضو بتلمع، شكلها حلو. في منه كذا لون برضو اهو من ورا. في اللون البنفسجي، في اللون البنفسجي ده، بس اتنين بس البنفسجي بكم، مش نفس الستايل. افتكري حاجه تانية البنفسجي ده، حاجه تانية مش هو عشان بصي ده بكم بس، الكتف كتف لوحده ومش كم كامل، فده حاجه تانية اهو. هو شبهه بس هو يعتبر بكم يعني اهو. بس الابيض ده، الابيض ده برضو ده جامب سوت. اه لا ده حتتين سوا، ده برضو يعتبر لو حد رايح فرح، يعني لو حد معزوم على فرح ده ما ينفعش حد يلبسه. لو هو اللي هيتجوز، ما استني خلصي حاجه. في الكم ده، بصوا هو في بقى الكم ده فوقيه،
شكله حلو برضو وطويل، معظم يعني طويل. ده بقى الفستان بتاع الزفاف، بس هو كبير زي ومنفوش ومليان شغل كتير. بصوا هو كل واحد ليه شكل، كل واحد شكل، بس هو ده اول واحد اللي هو الشكل الاولاني، هو ده الشكل الاولاني. فانا عاوز اوريه لكم عشان يبان دوت. اهو هو كات زي انتم شايفين اهو كده نازل على تحت كده ومنفوش. هو من الباتين هيبقى الجنب، هو كده اهو من هنا. في بقى الشكل اللي جنبه ده شكله القماشه نفسها. طبعا احنا مش هنعرف نوريكم من فوق، بس من فوق اهو الحته الصغيره الباينه ده بكم، الكم بتاعه شفاف. والشكل التالت اهو بصوا ده برضو كلهم يعني عليهم شغل كتير، وده بكم والكم بتاعه بقى عليه شغل وشكله حلو جدا. في بقى الستايل دوت لونه بيبي بلو، وبصوا القماش بتاعه تقيل قوي يعني مش حاجه خفيفه، قماشه تقيله. وبصوا كبير ازاي وطويل يعني مش هيبقى ضيق او كده. بقى الفرح بتاع العروسه وحاجات للعروسه وبديو. ماشي هبقى اصورها لما اوصل هناك. ومن فوق بقى النص الفوقاني بتاعه بصوا بيلمع برضو ازاي، والكم برضو الكم بتاعه من تحت برضو بيلمع جدا. وفي برضو نفس حته الحزام، في كذا لون، في اللون البيبي بلو، في الذهبي، في لونين من ذهبي يعني في ذهبي فاتح وفي ذهبي اغمق، في بنفسجي كده لونه حلو او اللي هو الموف. الواناته جميله. وفي برضو يعني مقرب من البيبي بلو بس هلا افتح شويه، بس الفرق ما بين الاثنين. وخلاص دول الالوان بتاعته. واللي جنبه بقى دوت اللون اللي ورا شكله اللي ده عامل زي اللي عاجبني اللي هو ورا دوت. اللي حابب بكم في بكم، واللي حابب العريان في عريان. وعندهم ترزي، ترزي للمقاسات بيظبط اي حاجه. او في ناس بتحب بقى تاخد الكت وتعمله بكم وكده، فلو حد عاوز ياخد الكت او كده. واوف ذا شولدر دوت اهو الشكل ده، شكله برضو جميل نفس الشكل اللي عجبني. وفي اللبني ده بتاعه البيبي بلو، بس هو اغمق شويه من البيبي بلو، يعتبر ازرق مش بيبي بلو. وهي دي بس لا ده لون، ده حاجه تانية، ده حاجه تانية. ايوه ما ده هو مش باين. ف على فكره زيه بس القماشه غير القماشه، بس الفوق برضو لا يختلف. وفي فيونكه هنا كده وبتتربط برضو من ورا. ما تجيبيش حاجات من ورا مش هيبانوا، خليكي في القدام. هو ده الوش ولا ده؟ لا ده الوش اهو. في ده برضو الكم بتاعه اهو، بس هو اوف ذا شولدر وليه كم اوف ذا شولدر معاه يعني. ومن تحت بقى جايه بيبي بلو برضو اهو، في منه الوان حلوه. انا شايفه اخضر ورا، الاخضر ده عجبني اهو. بصوا في بقى الروز دوت، في الاخضر ده شكله حلو، واخضر تاني وتالت عشان اعجبني، في الكحلي واخضر تاني وكحلي تاني. افتكر هما دول الالوان يعني، ده الالوانات الحلوه للناس الفرفوشه اللي بتحب الالوان الفاتحه، مش الناس اللي بتحب الحاجات العاديه الاسوده والابيض او كده. ده برضو عامل زي اللي هو البيبي بلو هنا، بس هو هيغطي رجلك. هو نفس القماشه زي الاولاني دوت، وبرده بكم، وبرده في نفس الحاجات اللي بتلمع. شكلها جميله دي، وعندها بيج سايز كمان، اوفر سايز، والسعر هو ما بيتغيرش. وده اسود ونفس الخصم على كل الاحجام. ده في اسود وفي بقى من ورا سيلفر اهو. في دول برضو بيبي بلو، البيبي بلو نزل شكله جميل، شكل نزل يعني موضة حلو، شكله جميل اهو. ده برضو شكله، بس في ناس كتير بتخاف من الالوان اهو. وده برضو في كذا لون من البلو، في البيبي بلو، في دوت، وفي الاغمق اللي هو الازرق. وفي ده بقى الروز او الورد، برضو شكله جميل جدا. وفي دي اصفر، في كمان بيبي بلو في الموديل دوت. ده كله بقى بيلمع، شكله حلو، الشغل عليه كله من اوله لحد اخره، حتى في الحزام اهو. وده كمان كم، والكم برضو عليه نفس الشغل اهو. في منه برضو كذا لون من ورا ذهبي، في منه اخضر، بس الاخضر ده برضو لونه حلو، اخضر غامق. في تلات موديلات دول بقى اهم. ده برضو بيبي بلو شبه اللي هو الاحمر كان هنا اهو، كذا شكل من دول برضو والوان. وفي بقى هي الطرح اللي هما بيجيبوها للعرايس، في الابيض، في اخضر، في كذا لون يعني.
في كمان بديهات طول المتبطنة وفي المش متبطنة اهو. في كذا لون ولا بس ابيض؟ كل الالوان. هنا بقى في بناتيل وفي كمان الفساتين القصيرة فوق هنا اهو. في منهم كمان بكم يعني كم اهو بس قصير كذا الشكل برضو اهو والالوان برضو. في ده برضو مثلا والبوديهات دي برضو اهي عليها الشغل وشكلها حلو جدا. وهنا برضو دي ب280 اللي هي السودا دي. في بقى لتحت دول شكلهم برضو حلو وعليها الورد. دي بقى اشكال الفساتين بره من الباترينا وشكل المحل NNO سواري ومعظمهم نفس الفستان برضو اهو البيبي بلو اهو وهو بيلف داير ما يدور. فانا هاجي الناحية دي برضو اوريكو. ده الابيض ده كان عاجب ماما قوي واحنا جوه قلت لها ده الظهر اللي انت شايفاه فده وشه اهو. وفي بقى من الناحية دي تشوفوا بقى كل المانيكنز اللي هنا بس ده طبعا مش عارف اقف قدامه عشان دوت قصاد الاسانسير ف انا هوريه لكم من هنا يعني قد ما اقدر اهو الاشكال اللي انا وريتها لكم بس على المانيكن. ده هبقى اخر الفيديو اتمنى يكون عجبكم وما تنسوا تشتركوا في القناه. باي.